بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 157. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الظهار، ووقفنا عند قوله: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الله كفارة الظهار في قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وذكر الله سبحانه وتعالى أن كفارة الظهار تتكون من ثلاثة أمور مرتبة. الأمر الأول العتق، عتق رقبة، تحرير رقبة يعني عتق رقبة مملوكة، لأن العتق قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مشروط باستطاعة المكفر، فإذا كان يستطيع أن يعتق رقبة سواء كانت في ملكه أو يحصل عليها بالشراء وهو يقدر على ذلك، فإنها تجب عليه ولا يجزئه غيرها. ويشترط في الرقبة التي يعتقها أن تكون سليمة من العيوب التي تخل بالعمل، لأن المقصود من تحرير الرقبة أن تكتسب لنفسها وتطلب الرزق، فتكون قادرة على الاكتساب والعمل. فإن كان فيها عيب لا تستطيع معه أن تعمل لطلب الرزق فإنه لا يصح عتقها. نعم، السلام عليكم. أما إذا كان فيها عيب لا يخل بالعمل فإنها تجزي. نعم. قال: سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل. كالعمى، فإن الأعمى لا يستطيع أن يعمل مثل ما يعمل المبصر، ولكن لو كان أعور أو ضعيف البصر ولا يمنعه ذلك من العمل والاكتساب فهذا عيب يسير لا يمنع من صحة العتق. كذلك الشلل الذي يعطل الإنسان، وهو الشلل معناه تعطل الحركة في الجسم أو في العضو، فإذا كان فيه شلل يمنعه من العمل فإنه لا يصح اعتاقه عن الكفارة لأنه لا يستفيد من العتق. أما إذا كان الشلل يسيرا ولا يمنعه من العمل وطلب الرزق فإنه يصح اعتاقه عن الكفارة. نعم. قال: والشلل ليد أو رجل أو قطعهما. نعم،
الذي يخل بالعمل كالشلل لليد أو الشلل للرجل، لأن هذا يخل بالعمل، أو قطعهما أي قطع اليد أو قطع الرجل، فهذا عيب يخل بالعمل. نعم. أو قطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام. إذا كان قطع أصبع من الأصابع يخل بالعمل فإنه لا يصح إعتاقه، وأما إذا كان الأصبع الذي قطع لا يخل بالعمل فهذا لا يمنع من صحة العتق. نعم. أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام، أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. المهم إذا كان قطع الأصبع أو الأصبعين يخل بالعمل فإن هذا لا يصح معه العتق عن الكفارة. أما إذا كان قطع الأصبع أو الأصبعين يخل بالعمل فإنه لا يصح إعتاقه حينئذ لعدم الفائدة، لأنه لا يستفيد من إعتاقه. نعم. الأقطع أصبعا واحدة يعني هذا يعد خللا في عمله، الضابط الذي يخل بالعمل ما بدون تعيين أصبع أو أصبعين، إذا كان القطع يخل بالعمل فإنه لا يصح إعتاقه عن الكفارة. أما إذا كان قطع الأصبع لا يخل بالعمل فإنه لا يمنع من إعتاقه عن الكفارة. نعم. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه. لا يصح إعتاق مريض مزمن ميؤوس من برئه، لأن ذلك يمنعه عن العمل. أما إذا كان المرض عارضا ويرجى شفاؤه فإنه لا يمنع من الاعتاق، من صحة الاعتاق عن الكفارة. نعم. ولا أم ولد. ولا يصح اعتاق أم الولد عن كفارة الظهار، وأم الولد هي التي ولدت من سيدها ما يتبين فيه خلق الإنسان كما سبق، لأنها تعتق بالموت، لأن أم الولد تعتق بالموت، قد انعقد سبب عتقها وهو الولادة فلا تعتق عن الكفارة. نعم. ويجزئ المدبر وولد الزنا. يجزئ العبد المدبر وهو الذي علق اعتاقه على الموت، كان قال إذا مت فعبدي حر، فهذا يصح اعتاقه عن الكفارة، لأنه يجوز بيعه، لأنه يجوز بيعه ما دام على قيد الحياة سيده، فيصح اعتاقه. نعم. وولد الزنا كذلك يصح اعتاق ولد الزنا، إذا كان العبد المملوك ولد زنا، يعني ليس له أب وإنما ينسب إلى أمه، فيصح اعتاقه، لأن ذلك لا يمنعه عن العمل والتكسب. نعم. والأحمق والمرهون. ويصح اعتاق الأحمق، والأحمق هو الذي لا يزن الأمور بموازينها ويغامر في الأمور، هذا هو الأحمق. نعم. والمرهون. ويصح اعتاق العبد المرهون. والجاني. يصح اعتاق العبد المرهون، لأنه ملك لسيده، ولأن العتق يتشوف إليه الشارع، فالمرهون وإن كان لا يصح بيعه لأنه أصبح وثيقة ولا يصح بيعه إلا بإذن الطرف الثاني، لكن العتق يصح ولو لم يأذن الطرف الثاني، لأن الشارع يتشوف إلى العتق والحرية. نعم. والجاني. ويصح اعتاق الجاني الذي جنى على غيره و يستحق أن يؤخذ منه القصاص للجناية، فيصح اعتاقه لأنه ما زال على ملك سيده، وربما أنه يعفى عن الجناية أو تفتدى بمال، فالجناية لا تمنع من اعتاق الجاني لأنه لا يزال على ملك سيده، ولأن الجناية مرجوة الزوال. نعم. والأمة الحامل ولو استثني حملها. ويصح أن يعتق من عليه كفارة الظهار أمة حاملا، لأن هذا مثل المرض غير المزمن. نعم. لا يخل بها ولو استثنى حملها، لأن الحامل على الرقبتين
الأم وهو الحمل، فإذا استثنى حملها جاز ذلك لأنه زائد عن الرقبة المطلوبة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، في العتق هل هناك فرق في فضل الذكر على الأنثى؟ كل ما كان المعتق أفضل فإن الأجر أكثر. نعم، فالذكر ينفع أكثر مما تنفع الأنثى، فهو أفضل من الأنثى. نعم، والقوي خير من الضعيف، لأن النفع بالقوي يكون أكثر من النفع بالضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله انتقل من الخصلة الأولى وهي العتق وما يجزئ فيه، انتقل إلى الخصلة الثانية: إذا لم يستطع العتق فإنه ينتقل إلى الصيام، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. قال: يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. الأصل في الصيام لكفارة الظهار التتابع بين الشهرين بأن يواصل الصيام حتى ينتهي، لقوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين. فإن أفطر لغير عذر انقطع التتابع، وأما إن كان إفطاره لعذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع، وذلك كأن يفطر لشهر رمضان لأجل أن يصوم شهر رمضان، فإنه يصومه، وإذا انتهى رمضان يواصل كفارته صيام الكفارة ويبني على ما سبق، لأن هذا الفطر واجب، لأن هذا الصيام الانقطاع، لأن هذا الصيام صيام رمضان واجب. نعم. فهو قطعه لأجل صوم واجب. فلا يقطع التتابع. نعم. واحد واحد. أو فطر يجب كأيام العيد، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، هذه الأيام يجب الإفطار فيها، فإذا تخللت صيام كفارة الظهار فإنها لا تقطع التتابع، بل يفطر فيها، فإذا انتهت فإنه يواصل الصيام ويبني على ما سبق. نعم. وحيض، وكذلك إذا كان الفطر لعذر، إذا كان الفطر لعذر شرعي كالحيض فإن الحيض لا يصح معه الصيام، فهو عذر شرعي. فإذا حاضت المرأة التي تصوم عن الكفارة المتتابعة فإنها إذا طهرت تصوم وتبني على ما سبق، لأن هذا الفطر بغير اختيارها، وهو فطر واجب لا يصح معه الصيام. نعم. وجنون، وكذلك لو أصابه جنون فقطع الصيام من أجل الجنون، لأن المجنون ليس عنده عقل ولا فكر، والصيام يعتمد على النية، فإذا زال عقله فإن ذلك لا يمنع من تتابع الصيام، إذا صح وشفي فإنه يواصل الصيام ويكمل ما بقي. نعم. ومرض مخوف، كذلك لو أصابه مرض مخوف كالسرطان أو الأمراض المخوفة، إذا أصابت الذي يصوم صوم الكفارة المتتابعة فإن هذا لا يقطع التتابع. نعم. ونحو المرض من الأعذار التي لا يستطيع معها الصيام. نعم. أو أفطر ناسيا أو مكرها، إذا أفطر من يصوم عن كفارة الظهار ناسيا فإن هذا لا يخل بصيامه، ويبني على ويعتد بهذا اليوم الذي أكل أو شرب فيه ناسيا، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك إذا أفطر مكرها فإن صومه صحيح ولا ينقطع بالأكل والشرب من المكره،
لأن المكره لا فعل له، المكره لا فعل له، قد عذره الله سبحانه وتعالى، فيكمل صوم هذا اليوم ويعتبره من الكفارة ولا ينقطع به التتابع. نعم. أو لعذر يبيح الفطر، أو أفطر لعذر يبيح الفطر كالمرض، أصابه مرض أو سافر، فهذان عذران يبيحان الإفطار في رمضان، فكذلك في الكفارة، قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا سافر في أثناء صوم الكفارة فإنه يفطر في السفر، يعني له أن يفطر ولا يقطع التتابع، إذا انتهى عذره واصل الصيام وأكمل. وكذلك المريض إذا مرض وهو يصوم لكفارة الظهار فإنه يفطر لأجل المرض إذا شق عليه الصيام، فإذا شفي فإنه يكمل ويبني على ما سبق ولا ينقطع التتابع. نعم. قال: لم ينقطع. نعم، في جميع هذه الأحوال، لأنها إما صوم واجب، وإما إفطار واجب. نعم. وإما حيض أو جنون أو مرض، جنون أو إكراه. نعم. أو أكل أو شرب معذورا بالنسيان أو بالإكراه أو سافر أو مرض، كل هذه الأمور لا تقطع التتابع. نعم. قال: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ من البر أقل من مد. هذا انتقل إلى الخصلة الثالثة، انخصال الكفارة في الظهار، وهي الإطعام. قال تعالى: فمن لم يستطع، أي لم يستطع الصيام، فإطعام 60 مسكينا. ولا بد أن يعطى كل مسكين مدا من البر أو نصف صاع من غيره، لما جاء في الحديث أن المد من البر مثل نصف الصاع من غيره، فيعطي كل مسكين من 60 مدا من البر أو نصف صاع من غيره من التمر أو الشعير أو الذرة. ولا يجزئ، يقول: ما لا يجزئ في كفارة الظهار في الطعام إلا ما يجزئ في الفطرة من رمضان، وهي الخمسة الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من أقط. نعم. قال: ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين. هذا المقدار. نعم. وأما الصنف فإنه يخرج مما تخرج منه الفطرة من رمضان، خمسة الأصناف. نعم. قال: لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. نعم. قال: لا يجزئ من البر أقل من مد. لكل واحد، يعني كل واحد يعطيه مد، فإن أعطاه أقل من المد من البر لم يجزي، أو أعطاه أقل من نصف الصاع من غير البر لم يجزي، كل واحد. نعم. نصف الصاع هو المدان، يعني نصف الصاع مدان. نعم. قال: ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، من تدفع له، من هو المسكين الذي تدفع إليه كفارة الظهار من الطعام؟ هو من تدفع إليه الزكاة، أحد الأصناف التي تدفع إليها الزكاة. نعم، لأن الله جل وعلا قال: 60 مسكينا، والمسكين هو الفقير. نعم. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. لو أنه عمل طعاما ودعا المساكين فأكلوا حتى شبعوا، كل واحد منهم شبع، هل يجزي هذا عن الكفارة؟ المذهب لا، لأن الله أمر بإطعامهم، والإطعام أن يعطوا الطعام ويملكون إياه ويتصرفون به، أما الطعام المطبوخ فهذا لا ينتفع المسكين منه إلا بالأكل فقط، ولو أراد أن يبيعه أو أن يهبه أو أن يخرجه في كفارة في صدقة الفطر لم يجزئه. فالمذهب أنه لا يجزئ إطعام المساكين عن إخراج الحبوب،
عن إخراج الحبوب. والقول الصحيح إن شاء الله أنه يجزي، لأنه يصدق عليه قوله تعالى فيطعم 60 مسكينا، فمن عشاهم فقد أطعمهم. نعم. صلى الله عليكم. قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. يشترط لصحة كفارة الظهار أن تكون صادرة عن نية من المكفر، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والكفارة عبادة فلا بد فيها من النية. فلو أنه أعتق رقبة من غير نية الكفارة ثم أرادها أن تكون عن الكفارة لم تجزي، لأنه لم ينوي ذلك عند الاعتاق. ولو أنه صام شهرين متتابعين ولم ينويهما كفارة ثم أراد أن ينويهما بعد ذلك لم يجزي. ولو أنه أطعم المساكين ولكنه لم ينوي عند الإطعام أنه كفارة ثم أراد أن ينويه كفارة فإنه لا يجزي لفقدان النية عند الفعل. نعم. أثابكم الله. وإن أصاب المظاهرة منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. نعم، مما يقطع التتابع الجماع، فإذا جامع المظاهر منها ليلا أو نهارا فإنه ينقطع التتابع ولا بد من الاستئناف من جديد، لقوله تعالى من قبل أن يتماسا. فإذا جامعها في أثناء الكفارة فإنه مسها فتبطل الكفارة ويستأنف من جديد لفقدان الشرط. نعم. وعمله حرام عليها وحلال. نعم. إصابته منها حلال له أو حرام عليه؟ حرام عليه وتنقطع الكفارة مع الإثم تنقطع الكفارة. نعم. وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. أما إذا صار له زوجة غير المظاهر منها فإن أصابها في النهار انقطع التتابع لأنه أبطل صومه، وإن أصابها في الليل لم ينقطع التتابع لأن الليل ليس محلا للصيام. نعم. طبعا الانقطاع يكون بانقطاع كفارة الصيام فقط، هو الكلام في الصيام الآن، وكذلك العتق من قبل أن يتماس. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف، لكن المقصود هنا الصيام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان. اللعان مصدر لاعن، لعانا وملاعنة. واللعان هو أيمان مؤكدة، هو شهادات، هو شهادات مؤكدة بالأيمان، شهادات مؤكدة بالأيمان مختومة بلعنة أو غضب، هذا هو اللعان. نعم. قال يشترط في صحته أن يكون بين زوجين. اللعان يحتاج إليه إذا قذف الزوج زوجته. الله جل وعلا حرم قذف المحصنات، توعد عليه بأشد الوعيد، قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأوجب الله بالقذف بالزنا أو اللواط، أوجب فيه حد القذف وهو 80 جلدة، إلا أن يحضر القاذف 4 شهود يشهدون بصحة ما قال، حينئذ يسقط عنه الحد. هذا إذا قذف غير زوجته. أما إذا قذف زوجته فلكون الزوج وزوجته عندهم سر ولا يمكن أن يكون هناك شهود 4 يشهدون، فإن الله جل وعلا
جعل بدل أربعة الشهود أربع الشهادات التي وصفت في القرآن، ذلك لإسقاط الحد عنه، لأنه لا يستطيع أن يأتي بأربعة شهود، فالله جل وعلا خفف عنه لأن يسقط الحد أو التعزير عنه إذا حلف أربعة أيمان على الصفة التي يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وسبب نزول الآية أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجل آخر، فإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وحد في ظهرك. هذا بناء على الأصل. فأنزل الله هذه الآية ففرج فيها عن الأزواج وجعلها مخرجا لهم من إقامة الحد عليهم، ومخرجا لهم أيضا من الزوجات التي لا يرون بقاءهن عندهم، ومخرجا من الولد إذا أراد أن ينفيه. فاللعان فيه فرج للأزواج. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله. هذه تحية من مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.